داك السيد راه جابو القجع هزو بحال ما بقا وداه البركان حيت عارفو دري مزيان راه جا عندو الناصيري انا راه مشيت معاه حتى لعند الناصيري ويقول لي شي واحد شاف ما بغاش يسيني في الوداد علاش ماشي ما بغاش يسيني عارف راسو ما غاديش كاينين اللعابه مزيان كاين الوداد كانت بون فرقه مزيانه يعني مشى البركان ودري كيتصنط وكيسمع والله ييسر ليه يوسف خويا من الصغر يوسف خويا من الطفوله يوسف خويا قبل ما يلعب الكوره والحمد لله هذاك هادشي اللي وصل ليه يوسف كنقسم بالله العظيم الى مرضات الوالدين هو ما وصلش لهادشي بالكره او لو وصل ليه بشي واحد او لداه شي واحد او هو مزيان مع والديه وربي سهل عليه وقسم بالله ونعطيك سول اي واحد في الحي كامل كل شيء عنده شهاده بالله هاد الدري هذا دري مزيان مع والديه ورب عنده الطابع ديال الوالدين ما خافش ومشى رحب راه ربي سهل عليه كون ما كانش مزيان ما يسهلش عليه الله كنتمناو من المدرب يعطيه حقه الى بقى هذاك المدرب في الفرقه وبقى حنايا راه كنوجو حنا عندنا جزئيات ما بغيناش ندويو عليها المهم الى بقى المدرب في الفرقه هذاك الدري راه يعطيه حقه راه باش نكونوا مفاهمين يتم الاقصاء ديالو مثلا يعني من خلال المقابلات في البطوله الوطنيه كون تم الاقصاء ديالو اليوم بصح ما كناش غادي نعسوا قسما بالله انا راه نوريك الكونفرساسيون بيني وبين يوسف اليوم في الميسنجر قسما بالله دري يعني باغي ما عنده ما ماشي ماشي باغي يوصل انه يدير الفلوس اولا الطموح ديالو هو كتقول ليه انت فين غادي كيقول لك غادي خدام يعني عنده الكره خدمه ما عندوش الكره غادي ولا هادي ولا الدريات الحمد لله راه دري متدين داخل سوق راسو ودري طابع ديال الوالدين الله يسر ليه اليوم الفرحه كيفاش عشتوا الفرحه ربما يعني البيت ديال التعادل نقول لك نعيشوا الفرحه انا مخلص طابله ب 80 درهم في قهوه قلبتها كامله ونكذب والله الا شحال 1560 ريال اللي خلصت انا عصبني بكر الهلالي ولكن كان هو مزيان في الماتش وقع بعض الاخطاء ولكن كان مزيان ولكن راه الوقيته اللي درتي هذيك اللقطه راه دار واحد اللعاب في البطوله ما نذكره لا داعي لذكر الاسم ديالو ضيع فرقته وهرسها بمعنى الكلمه يعني هذيك اللقطه ما كدارش هذيك اللقطه انت كنتي تشد الكره تحولت لعاب عطى الله عندك ما دير ضربها على اللعاب تخرج البونتوش تخرج التوش تخرج للكورنر وانت درتي هذيك اللقطه ديال انك انت صافي ساليتي نهيتي المباراه هذيك ماشي ديالك انت وانت كنعرفوك لعاب ماشي سامع على الكره انت لعاب والله يسر النهضه البركانيه كانوا رجال كاملين بدون استثناء كانوا رجال كاملين وكنتمنوا من المدرب يولي يعرف امتى يدير لي شونجمون راه ما كيديرش لي شونجمون في الوقت ديالهم واش انت كدير لي لي شونجمون حتى الدقيقه 89 بعض المرات راه اللعابه اللي كيديروا الشونجمون راسهم باش نكونوا واقعيين الله يسر لهم وفرحوا المغاربه وخرجوا المغاربه هدف التعادل ربما يعني جاء من خطا يعني ديال المدافعين يعني هذاك باش نوضحوا الامر هذاك الخطا منين جا من عند بكر الهلالي الله يسمح ليه علاش لقيتش اللي انت تعصبتي ودرتي هذيك اللقطه والحكم عطاهم الكره لعبوها كونتر اتاك طلعوا ماركاو في نفس الدقيقه يعني انت كون عرفتي كيفاش تخرج هذيك الكره ما كانوش غادي يوصلوا لهاد البيلانتيات وما كان ولكن كنشكروا اللعابه على القتاليه ديالهم وكنشكرهم بزاف كانوا مزيانين في ضربات الجزاء ضربات الترجيح راه ماشي غير جي وماركي بيلانتي خاصك تكون والدراري كان لاحظ الى لاحظتي راه كان عليه كيظهر عليهم بعض العياء ديال الماتش ديال مازيمبي ولكن راه النفس هي اللي كانت ملعباهم ورضات والديهم الله يسهل عليهم سعيد الفرحه كيفاش الفرحه اش غادي نقول لك الفرحه اخويا راه فرحه سيري الحمد لله بعدا ملي داو التتويج هذا اللهم لك الحمد والشكر على كل حال وفرحونا الدراري النهضه البركانيه بزاف والله العظيم داو التتويج هذا بعدا داروا اخطاء ولكن ملي الحمد لله ملي كيجيبوا النتيجه ما شي كيغطي على شي كيغطي على شي اللهم لك الحمد والشكر على كل حال والعقوبه ان شاء الله الوداديين حتى هما يفرحونا ويفرحوا الشعب المغربي كاملين ايوا اش غنقول لك واخا كيفاش كتشوف المستوى ديال يوسف يعني المستوى ديال يوسف مزيان على الاخ ديالك يعني ما نهضروش بالعاطفه لا لا ما كاين لا عاطفه لا والو المستوى ديال الزغود يوسف كلاعب باش نوضح لك واحد الحاجه
هذاك الدري الا بغيتي تعرف عليه بزاف رجع للهوات غتلقاه هو الهداف، مشى هو الهداف، ما مره ما جوش مشى هو الهداف، يعني لعاب ايفيكاس فين ما حطيتي تاكل به الخبز. هذاك اللعاب كيلعب لك 11 ولكن راك تلقاه حدا بوطو، يعني اللعاب ملي كيكون عنده هذيك الكاريزما ديال انه يطلع يماركي يرجع يعاون تلقاه في الميليو ويدور كيحرض بالعربيه كنقولوا كيحرض التيران، راه داك هو اللعاب. لعاب ملي كيكون كيدير فيها هذا منتوج مغربي، يعني فين ما حطيتيه 10 فين ما حطيتيه يلعب لك والله يسر الامور والحمد لله. تفضل خالد تفضل. خوش نقول لك هاد الناس هادو الله يسهل عليهم والله يكمل عليهم العقوبه العام الجاي عاوتاني ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي يبقاو ديما مزيانين، هاد الفرقه غتبقى حتى هي مزيانه. تفرجتي في الماتش؟ تفرجت اخويا في الماتش. فين تفرجتي؟ لا في الدار هنا والله، لا في الدار بالله تفرجنا، لا في الدار حنا تفرجنا في الماتش مزيان. تعصبتي شويه؟ ضروري هذا نوضو من الزنزان في المخ ديالنا، نوضو والله العظيم نوضو من الزنزان في المخ ديالنا بالله. والحمد لله غتكون فرقه مزيانه ونتمنوا السعاده. عندنا واحد المكالمه من الاخ ديالو عبد الرحيم من قدام ان شاء الله غادي يدوي معاكم ان شاء الله، غيدوي معاكم من التليفون نقدروا ندوزوا ليه لابيل. مرحبا. الو السلام عليكم. الو وي عبد الرحيم، انت معنا على المباشر. المباشر مرحبا. مرحبا، اشنو كتقول لينا اليوم في هذه الفرحه ديالك؟ ومهم شنو كتبغي تبلغ لينا نتايا؟ هذا راه اخ يوسف الزغوبي. مبروك مبروك لهذا البركاني ومبروك الجماهير المغربيه عامه، وخا هذه الفرحه هذه ما كدنا فرحه، وخا كان الكيبين كيسكتنا القلب. كيفاش عشتي المقابله اليوم عبد الرحيم؟ شوف مقابله كانت قتاليه، والدراري تقاتلوا وداروا ما عليهم، وكنرفع القبعه لذاك الحمياني. الله يسر الحمياني، كنرفع عليه القبعه ديالو، وكنتمنى داك ايبينكي يولي يدير تغييرات شويه، لي شونجمون شويه يديرهم بكري، لان راه مضيع داك الزغود هذاك الدري مضيعو، ان داك راه متوج راه 4 سنين وكيتوج احسن هداف واحسن ايلي، واخر اخر اخر مره دا هداف في الراكب 19 هدف، ومشى في بلايص الكعبي، كان الكعبي مشى وداو في بلايص الكعبي داو، ولكن اخويا ما فهمتش الدري عنده السرعه عنده في لا فيزيك تيفرابي خارج الكاردي زويت، احنا ما فهمنا والو اخويا، فهمتي داك المدرب ما الله يهديه. نبغيو رضات امي يمشو تبقى واقفه معاه تيسر ليه الامور ديالو في كل ما هو كيتمناه هو، هذه هي اللي غنتمناو ليه. اللي بزياره ما كيخيبوش الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد على التتويج هذا اللي دا الزغود يوسف والفرقه ديالو حتى النهضه البركانيه كاملين، ونتمنوا من الله يكون خير ان شاء الله. واليوم غادي نمشيو البركان ليمونه البركانيه. اليوم دي مارينا نشدوا الطريق، اليوم غنستناوهم ان شاء الله هما جايين في طياره خاصه ينزلوا يمكن في مطار وجده، وان شاء الله نتلقاو لخونا يوسف تما باش يكون نطلعوا لهم المورال ان شاء الله. ان شاء الله يا رب دوم معنا الوالده ان شاء الله حتى هي تمشي معنا حتى هي في الطريق ضروري، وكون خير ان شاء الله. مبروك نقول مبروك 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 النهضة البركانية. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.